انتهى الجزء الثاني من هذه المناظرة الأولى ما بين كاملا هاريس ودونالد ترامب. ركز هذا الجزء على التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، على مسألة الانسحاب من أفغانستان، على مسألة الرعاية الصحية، التعامل مع خطر التغير المناخي. وجه دونالد ترامب ادعاء إلى هاريس وقال إنها ذهبت للقاء ببوتين وبعدها قامت الحرب. صحح مديرا المناظرة هذه المعلومة وسأل هاريس عن ذلك وقالت إنها ذهبت للقاء زلنسكي وليس بوتين. مسألة الانسحاب من أفغانستان كان لها نصيب من هذا النقاش، وهي مسألة محتدمة بالفعل ما بين الحزبين خلال هذه الأيام. ترامب اتهم الديمقراطيين بالانسحاب بشكل غير منظم وبالمسؤولية عن مقتل عدد من الجنود في هذا التفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول. هاريس ترد بأن هذا الانسحاب كان واحد من الوعود التي قام بها عدد من الرؤساء سابقا لكن بايدن نفذه، وأن مسألة شكل الانسحاب وتداعياته كانت بسبب ما قام به ترامب حين كان في البيت الأبيض. في مسألة الرعاية الصحية وجهت كاملا هاريس انتقادات لترامب عن ما قام به في مسألة أوباما كير. رد دونالد ترامب بأنه سيقدم خطة أفضل. كذلك في مسألة التغير المناخي قالت هاريس أن دونالد ترامب ينكر أهمية هذه المسألة. في الرد الذي يقوم به دونالد ترامب يقول إن الديمقراطيين يسعون من خلال سياساتهم إلى إلغاء لعدد من المزايا التي يتمتع بها المواطن الأمريكيون وأن ذلك لن يغير من هذه المسألة. في مسألة الحرب على أوكرانيا أيضا وما بين روسيا وأوكرانيا قال إنه لو كان في البيت الأبيض أو إذا انتخب فقد يوقف هذه الحرب حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض. لكن بالتزامن مع هذه المظاهرة مشاهدينا كانت هناك احتجاجات في الشارع أمام مقر انعقاد المناظرة. عن ذلك ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عماد رواشدة. عماد، قبل أن نستمع للكلمات الختامية من المرشحين، كيف كان الشارع خارج مقر المناظرة؟ المحتجين الذين تقريبا سيطروا على الشوارع المحاذية لمقر انعقاد هذه المناظرة وهم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية، كانوا يهتفون ضد الإدارة الأمريكية، ضد السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل ومع الحقوق الشعب الفلسطيني. كانوا يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، بمحاسبة إسرائيل، بقطع إمداد السلاح عن الحكومة الإسرائيلية وعن إسرائيل بشكل عام. ثم حصلت مشادات في الحقيقة مع رجال الأمن. الحضور الأمني هنا كان كبيرا جدا خلال النصف ساعة الماضية، وكان هناك مشادات مع رجال الشرطة وتدافع كاد أن يؤدي إلى صدام كبير لولا أن المحتجين انسحبوا بعد حوالي نصف ساعة وبدأ الحضور الأمني في الواقع يخف تدريجيا في هذه المنطقة.